في ناس كثيرة يا جماعة بيعادوا الدعوة دي، اللي هي الدعوة دي ما حق الذول، الدعوة دي إنما هي دعوة الله سبحانه وتعالى ودعوة الأنبياء، وعلى رأسهم الرسول عليه الصلاة والسلام. دي الدعوة، وإلا كلامنا ده كله في الحلقات وغيرها نقول لك ندعيك للدعوة لله، كل دعوة بالتوحيد. عشان كده الناظر يا جماعة، الناظر لحال المسلمين إلا ما رحم ربي، بيعادوا بهذه الدعوة. والله ده شقيانين، والله انت شقي، لأنه دول بيعادوا الدعوة دي عادوا لله الخلقوا، أفهم الكلام ده؟ عادوا لله والدعوة ماشية. والله لو جبت ترترات وجبت قلابات وجبت طواحين وجبت تماسيح، الدعوة بتبلعك ذاتا ماشي، لأنه دي دعوة الله ما بتوقفها. ما تقول تقول مش كان كوركتا كان طرشتا وكوركتا وعملت السبعة ودمتا. لو كورك العالم كله مجيب تبارك يا صوفي، لو كورك العالم كله بأجمعوا أن يوقف الدعوة دي، ما بوقفوها، ما بوقفوها. ليه؟ مش معناه نحن كويتين، نحن والله سجمانين، دي دعوة الله يا جماعة. كيف تحاربها؟ دون ان هتجيب نشتمك، بنقول لك يا خلي الباطل واجيب مع الحق. والحق شنو؟ الحق التوحيد، اهم شيء الناس بيتكلموا فيه دعوة التوحيد. والناس اصلا المشاكل بتقوم في التوحيد، المشاكل ما بتقوم لا من دول يتكلم في الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا بر الوالدين، ما في مشكلة بتقوم. حسنا لو تكلمت هنا وجا واحد صوفي اخو مسلم انصار طولنا اتكلم في الصلاة ولا في الصوم، ما في دول بيعمل مشكلة. المشاكل اصلا بتقوم في الموضوع ده. حتى الحلقات دي تلقى الحلقه في كوشه، كوشه في كوشه بنظفوها كده بس، بيقعدوا فيها الناس، بيقعدوا فيها الناس دارين يسمعوا. الحلقه دي موقفه البلد دي كلها، علفت كرع الحلقه في الكوشه دي، موقفه التلفزيونات، اذاعه النيل الازرق، ساهور، ما اعرف شنو، الجرايد، التيار، ما الحلقه دي، الحلقه المحلقه العالم ده كله بتاعت الكوشه دي، شايفه؟ بتاعت الكوشه دي، في الحاجوز في وين في وين، ده الموضوع، ده الموضوع. عشان كده بيتحلق هي دول، واكثر دول بيتحلقوا لانه هي دعوه التوحيد. بيزعل يقول لك يا طوالي كلامكم في التوحيد، طوالي في التوحيد، هاي في التوحيد انت مزعل شنو؟ وتلقى دول عامل فهم واحد وبعد كده تلقى بطنطن يا طوالي طوالي، تلقى زعلان زعلان مالك انت؟ زعلان مالك يا اخي؟ الفنانين والفنانات يقول لك ما زال الليل شنو؟ طفل يحبو، غني غني. طيب ده ما بقول لك في كلام الله يا اخي، بقول لك في كلام الله، بقول لك اذا سالت فدع لله، واذا استعنت فاستعن بالله. عليكم والله يا جماعه، ادعكم بالله. كلام ده بدعي زول؟ كلام ده بدعي زول؟ حتى انت لو واحد بدعي لك، لكن ربنا قال في ناس بدعي لنا الكلام ده. الله خلقنا قال في ناس لو قلت لهم طوالي الله الله قال بيزعل عديد. ربنا قال ذلكم بانه اذا دعي الله وحده براه، ربنا قال كفرتم، بيكفر طوالي ويشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ربنا قال في ناس لو قلت لهم الله الله قال بيزعل عديد وبيكفر مره واحده. نعم انت تقول الله والكباجي ها 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 بيضحك بيضحك، كباشي عنده شنو؟ نعم انت تقول الله والبرع احب بتاع شنو ياخذوا يقوم عليه حيل بلاء اح، ها؟ لانه الله بناه، ما في صوفي، ما في اخو مسلم، ها؟ انت الخلق وبقاك سمين كده دمنو، صوفي انصار سنه اخو مسلم كلكم، الخلقنا كلنا منو يا جماعه؟ رب العالمين يا والايه دي دائما انا بكررها لانه ايه عجيبه، ايه عجيبه يا صوفي، انت حافظه وانا حافظه والناس كلهم حافظنا. ربنا قال يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلاك سمين كده منه، سمين ما شاء الله، ها؟ راسك زي الطوب العالي، بعد ذلك بالعاكس دين الله، تفاح في غضب الله، أناناس، ها؟ جداد ما عارف مكرفس، ما شاء الله سوق المركز ده في جداد شوايات جداد، والله الناس تاكل الليل والنهار، تاكل الليل والنهار، ها؟ اداني طلب شيء، طلب كمونيه، دام لو خلك تاكل كده.
تأكل اللحمة والبطيخة السمحة ما شاء الله حمر بطيخة حمر، ده كله حق منه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقهم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون فأنا تكذبون. يا صوفية الله اداك ورزقك منه، ده رب العالمين. فختاما يا عبد الله، دي الدعوة المحرقة الأمة دي كلها. وختاما اختم لك بالدجال، دجال محمد مصطفى عبد القادر، ها قالوا شيخ سلفي، ده ما سلفي، ده مبتدع ضال. ده اتكلم في الصحابة، كلم في الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الصحابي بيطبح أخوه عشان الدنيا، كخ عشان الدنيا. يا جماعة حتقول السيمان ده أطبحك أنت أخوي مسلم في دنيا؟ أنا السيمان اللي قدامك ده يا محمد مصطفى عبد القادر، ها أطعن ذول في دنيا؟ إلا يا جماعة ما تخافوا والله، ده محمد مصطفى عبد القادر. عشان كده مشكلته مع مزمل وأخونا بكري آداب ما في الدين ده، لأنهم ديل نغدوه قالوا له وديلس الرد عليه وخان السلفيين ديل، لأنه سب الصحابة. ما في دور رد على محمد مصطفى عبد القادر. كل بدقن اللافين في السودان ده، كل بدقن اللافين ده شد الا اخواننا الدعاة اللي بيشوفون هنا وهناك، ديل ردوا على محمد مصطفى عبد القادر في موضوع الصحابه. ها قال الصحابه اقتتلوا من اجل السلطه، دايرين دنيا، قال طلاب دنيا، والصحابه ما دايرين دنيا. صحابه يا فارقوا المدينة وفارقوا مكة، خلوا أولاد خلوا أموال في سبيل الله سبحانه وتعالى. آخر صحابي يا محمد مصطفى عبد القادر مات هنا في دنقلة، ده مالوه جايبه شنو كان؟ جايبه شنو؟ جاي يبلغ الدين، يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وأنت يا محمد مصطفى عبد القادر شيت حيلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا بيزعلك، والصحابة بيزعلوك، بعدين معاوية بيزعلك، بيقول معاوية عنده هوى، معاوية بيزعلك. أنت ما عندك فريق زي سيد غض ولا أخوان المسلمين محمد مصطفى عبد القادر، لأنهم ديل بيسبوا الصحابة وأنت برضه بتسب الصحابة. أنت شبهينا وتلاقينا، أنت مع الأخوان المسلمين. لو كنت انا ما اخو مسلم، انت برضو دي افعال الاخوان المسلمين المبتدعه بيتكلموا في الصحابه، وانت واحد زيهم. ودول كذاب، ما هذا محمد مصطفى عبد القادر كذاب، بيكذب على الصحابه وبيكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بيقول الصحابه اقتتلوا في السلطه، وبيقول الصحابه ناس دنيا، وبيقول الصحابه كل ده في الصحابه. عشان كده يجيبوا الدين ده ما فيه لعب، الدين ده عشان كده يجيبوا لك جريدة التيار، ها ديل الاخوان المسلمين يجيبوا لك محمد مصطفى عبد القادر يقول لك شيخ سلفي، ها عشان كده كل الناس شفت الدعوة دي المحركاون، محمد مصطفى عبد القادر وغيره محركاون الدعوة دي. فختاما ده رجل كذاب، رضوان قال لا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله شنو؟ صديقا. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابا. يا محمد مصطفى عبد القادر والحديث الصحيحين، توب وارجع، لانه انت حصلت من العمر، بلغت من العمر عتية. عمرك كم يا محمد مصطفى عبد القادر وغيره عمرك قريب 60-70 سنة، متأكد سنونك وقعت يا أخ، ما ترجع يا أخ، سنونك وقعت يا محمد مصطفى عبد القادر. داير تعيش كم سنة؟ ظن قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز. فتوب إلى الله عز وجل. يقول لك بتكلم عننا، قال الدود لك كان بيبيع دوم جنبي، أنا والله ما أعرف ذات دوم بدا جراح أبيع جنبه دوم جنبك أنت، أنا ما بعت دوم ذات ولا حتى أكلت دوم ذات، خلي بعت دول كذاب ودول كذب على الصحابة، ما يكذب علينا احنا. قال ابديكن ده عمك ده اكان شغال جنبي دوم، قوم فوق يا بتاع الدوم، انت ما بتاع دوم، انت ما كذاب. فارجع لله سبحانه وتعالى، لانه قربته ودي نهايتك يا محمد مصطفى عبد القادر، لانه بدأت بالصحابة وده الموضوع اللي انتهى منك ولجنك. ما نحن بفضل الله سبحانه وتعالى، ها دي كلامك في الصحابة عشان كده اتكسرت.
اتكسرت لانه كان دعوتك اولا في الصوفيه والاخوان المسلمين والملكلكين، خليت الكلام ده، كلمت في الصحابه، ربنا هدمك مره واحده. كان تبت ربنا بيرفعك، وكان ما تبت والله يا ربنا يهلكك، يهلكك يا محمد مصطفى عبد القادر، لانه ربنا يدافع عن الذين، ربنا يدافع عن الذين امنوا، عن الذين امنوا، وديل ديل اول الناس من الذين امنوا، صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديل ايمان عالي. تتكلم دون المفروض ترجع وتوب، تكلم فوقنا سيماننا ما مشكله، تكلم فوقنا متزمل، لكن دي الصحابه ارجع وتوب، ارجع وتوب لله عز وجل. فنسأل الله ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا، وقدم الشيخ محي الدين.